يقولوا بلي جا من بعيد قبل 1000 سنة من بلاد الفرس ولا سهول جنوب شرق آسيا. صلوال الجزائر خدا طريق الحرير بين الصين والترك وركب البحر الأبيض المتوسط مع البوابر باش يلحق الشمال إفريقيا مع الأندلسيين اللي جاو في القرن 15. كاين اللي يقولوا بلي جا من التراك في عهد العثمانيين، وهذا الصروال الخفيف الواسع اللي سهل للمشي وما يضيقش في القاعدة عجب ناس المنطقة ولاو يلبسوه بزاف من النساء والرجال. واليوم صبح من تقاليدنا وعوايدنا اللي نتباهاو بها، قسنطينة، تلمسان، شرشال وحتى في العاصمة نشوفوه ديما حاضر في الفرح والمناسبات. الصروال الجزائري بان أول مرة في 1950، كان مفتوح مزود جناب حتى للركبة، قماشه خفيف يتلبس في العرس والقعدات عليها سماوه بصروال القعدة. الثقافات الأوروبية اللي جات لبلادنا حطوا البصمة ديالهم في صروال الجزائر، ضيق مع الوقت ورجع يتشبه الجوبة طويلة ومزيرة ويقولوا له صروال الشلقة اللي مازال هالدور به النساء اللي تعتز بأصولها حتى اليوم. من جهته الرجل الجزائري لبس نوع من الصروال الجزائري بين القرن 19 والعشرين. المزابية كانوا يلبسوه مكمش، وناس العاصمة كان عندهم صروال التستيفة اللي كان من كثرة اللي واسع كان يتطوى وينعمل له طبقات في الوسط. من بين الحوايج الاخرين، هذا الصروال كان رمز الأناقة قبل ما يتنسى مع الوقت ويزول. صروال الجزائري مخبي بين طبقات وحكايات جدودنا اللي كانوا يعرفوا كيفاه يخيروا اللبسة ديالهم واللي تريحهم وتساعدهم في شغالاتهم، وفوق هاد الشي تزيد في بهاهم. محلاها لبسته همة ناس زمان، إشباح، فخرة وشان. ومنحكي على زمان لمتكم ديما تزيان.